صلي على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. مرحبا بكم في قناه وصفه الاحلام. اليوم تحضروا معايا التحليه هذه، تحليه برتقاله واحده كتجي غزاله، يعني لذيذه سهله، مقادير ديالها متوفره في كل بيت وكتوجد في الحين بدون اي صعوبه. ها انتم كما كتشوفوا معايا القوام ديالها، اللوين ديالها غزال بزاف. غندوز دابا المقادير والطريقه كيفاش نحضروا التحليه هذه. نبداو المقادير. انا عندي هنا سترو ديال الحليب، عندي مايزينا او النشا، عندي غادي نحتاج منها معلقه كبيره، عندي ليمونه وحده، وعندي ثلاثه معالق ديال السكر، والسكر طبعا حسب الذوق ديالكم. وعندي هنايا فلون بنكهه ديال الفاني، ممكن تستعملوه فلون بدون نكهه، ولكن كنفضل ان الفاني كيتناسب بزاف مع الذوق ديال البرتقال. نبداو بالطريقه. انا كنشد الحكاكه، كناخذ هاد الجهه اللي كتكون رقيقه، يعني كناخذ هاد الجهه الغليظه، هاد الجهه كتكون رقيقه، وكنحك القشور. انا غنستعمل غير قشور فهاد الليمونه، كنحك هاد القشور ديال الليمونه كامله. دابا كناخذ خلاط كهربائي، غادي نوضع فيه السكر، وهنايا غادي نوضع قشور ديال البرتقاله، قشور ديال الليمونه وحده. هنايا انا بالنسبه لهاد القشور ديال الليمون دائما ما كنكرميهمش، كنحاول اني ما امكن كنستغلهم، كنحكم ونوضعهم في الثلاجه، كندير بهم التحليات. انا عندهم بزاف ديال الاستعمالات، كندير بهم الكيكه، بزاف ديال الاستعمالات فاش كنستعملوهم. لذلك من الاحسن ديما في الوقت اللي تيكون موجود والليمون تيكون زوين نحتفظوا بهاد القشور هكا، باش الوقت اللي ما كيكونش عندنا كنبغيو نديرو شي وصفه ما تيكونش عندنا، ولا شي حليوه ما تيكونش عندنا، كنجبدو نيشان من المجمل. صافي درت المكونات كامله، وغادي ندير الحليب وغادي نطحن كلشي. دابا كناخدو الإناء اللي كنطيبو فيه، كنخويو فيه الخليط. صافي ملي كنطحنو كينسجم هداك المكونات كامله، كتنسجم مع بعضياتها، ما كديرش الكرات، وفي نفس الوقت كي هذاك الذوق ديال البرتقال كيعطي كثر. دابا غادي ندوز نطيبو. دابا كنطيبو ولكن ما كنحبسوش من التحريك، هو كيطيب حنا كنحركو باش ما يلصقش لينا لانه فيه النشا، وفي نفس الوقت فاش كيبان لنا الخليط راه عقد راه كنطفو عليه البوطا. دابا انا وجدت الكيسان اللي غادي نحط فيهم، الكيسان ديال التحليه الشكل اللي بغيتو حسب افراد الاسره، بغيتو كيسان كبار صغار. المهم كنبدا نخوي مباشره، غير كيطيب كنخوي باش ما يجمدش ليا في الاناء اللي طيبت فيه. صافي كنخويو، كنخليهم حتى ياخذوا درجه الحراره ديال المطبخ، ومن بعد غادي نديروهم في الثلاجه حتى يبردوا. التحليه ديالنا بعد ما خرجتها من الثلاجه كتشوفوا الشكل ديالها كتجي زوينه، كيجي اللوين ديالها مبهج بداك قشور ديال الليمون. ومن اليوم ان شاء الله ما غاديش تبقاو ترميو قشور ديال الليمون، تولي ديما تحتفظوا بهم باش تضربوا مع التحليه هذه. صدقوني راه كتجي غزاله بزاف، غير جربوها وردوا لي في لي كومونتير. بالسلامه عليكم، وما تنساوش تشتركوا في القناه وتنضموا للمجموعه ديالنا في الفيسبوك. بالسلامه عليكم.